أهلا بحضراتكم من جديد. حلقتنا النهاردة مميزة علشان ضيفنا النهاردة مميز، ضيفنا مهم جدا، علشان ضيفنا زي ما بقول لحضراتكم منذ سنوات طويلة النادي الأهلي بيكرر التجربة دي، تجربة مهمة جدا في قطاع مهم وهو قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. قطاع الناشئين بالنادي الأهلي اللي على مدار سنوات ومدار تاريخه كله في كل الأجيال هتلاقي دايما بيخرج لاعبين مميزين للفريق الأول، وأيضا لاعبين مميزين لكل المنتخبات. علشان كده النهوض بقطاع الناشئين السنة دي كان مهم جدا، نظرا للأرقام الكبيرة المبالغ فيها اللي احنا بدأنا نشوفها في عالم كرة القدم. الأهم من كده عنصر الولاء والانتماء، انك تربي اللاعب عندك في قطاع الناشئين ويلعب للفريق الاول، ده بيبقى شيء مهم جدا. دلوقتي اصبح علم التدريب وعلم التطوير اصبح علم. دلوقتي النهارده النادي الاهلي بيستعين بمدير فني اجنبي ذو خبرات كبيره، مستر مايكل بروكيتش، هو خبير في الكره التشيكيه. كان بيحط السياسه العامه للاتحاد التشيكي للمنتخبات للاكاديميات وايضا للانديه، وفي التشيك طور الكره التشيكيه بشكل كبير جدا جدا جدا. نروح نستقبل مع بعض المدير الفني الاجنبي التشيكي لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي مستر مايكل بروكيتش. كان ولا يزال وسيظل قطاع الناشئين بالاهلي هو الرافد الأهم والأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، والإمداد الرسمي باللاعبين الموهوبين الذين يحملون الدفاع عن ألوان هذا النادي العريق لما يملكه من مخزون رائع ومبهر لعناصر تحتاج فقط لثقل إمكانياتها وخبراتها. لذلك كان التخطيط الجيد من قبل إدارة النادي كعادتها في زيادة الاهتمام بقطاع الناشئين، فكان القرار من محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط باستقدام خبير أجنبي ليتولى الإشراف الفني على قطاع الناشئين الزاخر بالمواهب. تعاقد الأهلي بعد مفاضلة ودراسة مطولة مع تشيكي ميشيل بروكيتش بهدف النهوض بفرق القطاع فنيا وبدنيا وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم لتدعيم صفوف الفريق الأول ولمضاهاة قطاعات الناشئين في أكبر الأندية العالمية وتفريخ العناصر التي تخدم الأهلي والمنتخبات الوطنية. ويعد بروكيتش واحدا من الأسماء الكبيرة والمعروفة في هذا المجال أوروبيا كونه يحمل رخصة يويفا برو، وهي أعلى الشهادات التدريبية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمدربين والتي تتيح لهم تولي أكبر الفرق والمنتخبات في أوروبا. كما يحمل التشيكي رخصة مدرب متخصص لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. شغل بروكيتش منصب المدير الفني للاتحاد التشيكي لكرة القدم عام 2016 وحتى عام 2018، وهو المسؤول عن فرق الناشئين، وساهم في إعداد نظام تطوير اللاعبين وفقا لأفضل معايير الاتحادين الدولي والأوروبي، بجانب مساهمته مع منتخبات التشيك تحت 17 سنة و19 سنة و21 سنة في حصد العديد من الميداليات ببطولة أمم أوروبا. كما تولى منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي سلافيا براغ أحد أكبر أندية جمهورية التشيك وأعرقها، وقدم العديد من اللاعبين لصفوف الفريق الأول ومنتخب التشيك وفرض أسماءهم على فرق القمة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وقدم العديد من المشاريع القومية الكبرى في جمهورية التشيك لتوسيع قاعدة الممارسين لكرة القدم على سبيل الهواية. دفعت قدرات بروكيتش ميلان هينيليكا مفوض الحكومة التشيكية للرياضة للتصريح في وقت سابق بأن ميشيل بروكيتش يعد أحد أفضل المهنيين العاملين في الرياضة التشيكية بشكل عام من حيث إعداد المشاريع الاستراتيجية. بروكيتش الذي بدأت لمساته تظهر في قطاع الناشئين بالأهلي يتحدث اليوم عن مشروعه في القلعة الحمراء وخططه المستقبلية.
بنرحب بيك مستر بروكيتش في قناة الأهلي، أول زيارة ليك هنا في قناة الأهلي، وهيكون إن شاء الله النهاردة معنا في الترجمة أيضا الدكتور إبراهيم منصور المترجم الخاص بمستر بروكيتش والمترجم النادي الأهلي. بنرحب بيك في قناة النادي الأهلي، وانطباعاتك في أول زيارة ليك هنا في قناة الأهلي. الاستوديو طبعا جميل، والقناه طبعا معموله على اعلى مستوى، فانا مبسوط جدا بوجودي معاكم هنا النهارده. مستر بروكيتش، بقالك 7 شهور كان اول لقاء ليك يوم توقيع العقود، كنا برضو يعني من حسن حظنا ان احنا عملنا اللقاء، لكن كان في النادي الاهلي الجزيره. النهارده ده اللقاء الثاني، شايف التجربة ازاي؟ تجربة 7 شهور في النادي الأهلي. أنا بشكركم طبعا جدا على 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 دعوتكم ليا وأقدرها جدا. شكرا جزيلا لكم. قبل ما اجي مصر ب7 شهور فانا كنت في توقعات عندي، ودلوقتي ممكن اقيم الوضع بعد ما قعدت واندمجت مع الفرقه او مع النادي على اساس وقائع وخوائق. انت دلوقتي بقيت قريب خلاص من اللعيب المصري عموما، بتشوف المسابقات، بتشوف المواهب، شايف المواهب المصريه ازاي؟ في بعض الحاجات كنت متوقعها وفي حاجات اتاكدت ليا. بالنسبه للاعب المصري مستوى عالي جدا وعلى اعلى مستوى، وممكن ينافس احسن لعيبه في اوروبا من ناحيه المهارات، دي اول حقيقه. وطبعا في حقيقه ثانيه ان في برضه حاجات نواقص من ناحيه اللياقه البدنيه للعيبه. طب بتشتغل ازاي على النواقص دي؟ طبعا بنحاول نركز اول في عمل اللياقه البدنيه مع اللعيبه. وطبعا الموضوع سهل بالنسبه للتعامل مع المدربين من ناحيه النواحي الفنيه، لكن ان احنا نغير اللياقه البدنيه واسلوب اللياقه البدنيه فده كان شيء يعني صعب شويه. ما شاء الله دلوقتي يعني شايفين طفره كبيره داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، حتى في ترتيب المسابقات ما شاء الله النادي الاهلي متصدر. مستر بروكيتش، في بداية الموسم عملتوا معسكر، أنا شايف من وجهة نظري كان معسكر ناجح في مدينة الإسماعيلية، كنت موجود فيه مع كل الفرق، قدرت يعني يستفيد منه المدربين ويستفيد منه اللاعبين. عايزين نتكلم عن التجربة دي وبداية الموسم وإزاي كان العمل داخل قطاع الناشئين في النادي الأهلي في معسكر الإسماعيلية مع مستر بروكيتش. أول حاجة معسكر للعيبة مرتين في السنة، فده طبعا دي حاجة أساسية وحاجة مهمة جدا للعيبة أنهم يعملوا معسكرين في السنة. وفي مزايا أن اللعيبة بتبقى في معسكر كلها مع بعض، وممكن مرة مرتين في اليوم، وممكن نركز في التفاصيل ونركز في التكتيك ونركز في الحاجات الفنية، وممكن نشتغل على تثقيف اللعيبة وتثقيف المدربين عن طريق محاضرات الفيديو، وأيضا ممكن نشتغل في التفاصيل عن النواحي التكتيكية والفنية مع المدربين واللعيبة. مستر بروكيتش، كان النادي الأهلي عمل تجربة مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين منذ سنوات طويلة، ولكن كانت مقتصرة على فريق البراعم. فريق البراعم أو مدرسة الكرة بالنادي الأهلي أعمار السنية الصغيرة 9 سنين 10 سنين 11 سنة، ولكن التجربة السنة دي مع مستر بروكيتش التجربة أكبر، تجربة لكل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي إنك تنقل خبراتهم لكل الفرق المشاركة في بطولات المناطق وبطولات الجمهورية. السؤال طبعا يا كابتن معلش. هنروح يعني كنت عايز يعني اسالك عن دلوقتي
اندماج الفرق، روح لاندماج الفرق. اندماج الفرق في بداية الموسم انت دمجت الفرق مع بعض، في فرق اندمجت مع بعض زي مثلا 99 فريق 2001 اندمجوا مع بعض، في فريق 2003 مع 2004 2005. شايف الاندماج ازاي عاد بالنفع على قطاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ Děkuji. Nejdřív teda jedna věc. Pro mě bylo klíčové si tady uvědomit, že jsem nepřišel měnit 100 milionů. اول حاجه كان لازم ادركها واتفهمها ان انا مش جاي اغير طبعا عقليه 100 مليون شخص في 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 مصر، وبحاول اتفهم المينتاليتي والعقليه المصريه، وبحاول اندمج معاها واتاقلم معاها. طبعا القرارات والخطوات اللي احنا اتخذناها في قطاعات الناشئين كان لها عده اسباب، فعشان احنا نركز مع التفاصيل ونقدر نطور قطاع الناشئين كان لازم نقلل عدد اللعيبه ونعدد عدد الفرق، بحيث يكون في كل فرقه 25 لاعب في كل فرقه عشان نعرف نركز في التفاصيل معاهم ونقدر نطورهم. طيب لازم يكون عدد اللعيبه اقل وعدد الفرق اقل. تمام. كنت بكلم حضرتك عن ان النادي الاهلي كرر التجربه دي منذ سنوات طويله، مدير فني اجنبي لقطاع الناشئين، ولكن كان للبراعم من النادي الاهلي، كان للاعمار السنيه الصغيره، لكن مستر بروكيتش دلوقتي الرؤيه بقت اكبر، الرؤيه اصبحت دلوقتي لكل الفرق، بقت تشتغل مع كل الفرق داخل قطاع الناشئين من النادي الاهلي. شايف التجربه دي ازاي؟ خاصة دلوقتي الاستفادة بقت تعود دلوقتي على كل الفرق. Já si myslím, že to je jediný klíč k tomu být úspěšný, protože pokud někdo اعتقد ان ده حاجة مهمة جدا للنجاح. وعشان لو حد اشتغل على حاجة في البراعم وبنى حاجة في البناعم وما يكونش ليها علاقة مع بقية الفرق بشكل تدريجي مع الفرق الأكبر مع فرق المسابقات كمان، فده بيبقى شيء سيء، ولازم كل حاجة تكون ليها مرتبطة ببعض، فلازم نبدأ من الصغيرين نعلمهم حاجات ونكمل معاهم لحد لما يكبروا. كويس. عايزين نروح نستعرض دلوقتي مع حضراتكم ونشوف مع مستر بروكيتش جدول المسابقات، ترتيب النادي الاهلي في المسابقات في المرحله الاولى. طبعا يعني احنا دلوقتي بنلعب في التصفيات النهائيه، ولكن توقف الدوري، توقف الدوري دلوقتي لن تستكمل المباريات خلال الفتره السابقه، لكن ده زي ما شايفين قدام حضراتكم النادي الاهلي مواليد 99، لعب 8 ماتشات في المرحله الاولى وكان متصدر في المركز الاول، ده الترتيب الاول ب 19 نقطه، 2001 كان في المركز الاول ب 22 نقطه، 2003 كان في المركز الثاني وايضا صعد التصفيات النهائيه علشان بيتاخد الفريق الاول والفريق الثاني، 2005 بيلعب بطوله المنطقه كان في المركز الاول، و2006 ايضا بيضم عناصر مميزه في المركز الاول. شايف ترتيب النادي الاهلي في كل الفرق الاول شايفه ازاي؟ هل دلوقتي النهارده مستر بروكيتش عينه ان الفريق يبقى دايما في المركز الاول، ولا احنا ماشيين في السياسه في خطين واحد ان انا اطلع لعيب الفريق الاول وبرضه في نفس الوقت الفرق تتصدر المسابقات بتاعتها؟ طبعا ده سؤال جميل جدا. كويس. انا عايز اقول ان انا دي حاجه كويسه ان انا اشوف ترتيب الفرق بتاعتنا، وانا لما جيت مصر هنا لقيت ان الناس كلها ناس كتير بتركز في النتائج. بس بالنسبه لي كمان لازم نجهز لعيبه للفريق الاول، ولازم يكون التركيز معانا مع النتائج ان احنا برضو نجهز لعيبه واسلوب نشء لعيبه الناشئين او تجهيزهم للفريق الاول. وطبعا يعني طبعا النتيجه طبعا حاجه مهمه مع تجهيز لعيبه للفريق الاول. اكيد بتتابع المباريات كلها، واكيد بتشوف الماتشات الفرق كلها بدايه من الاعمار السنيه الصغيره مدرسه الكره لفريق الشباب 99. شايف الظاهره المنتشره، الظاهره اللي انا شايفها من وجهه نظري سلبيه، هي ان في ولاد اعمار سنيه كبيره في السن ممكن تشارك مع اعمار سنيه صغيره، ممكن ولد يكون يعني ورقه مش سليم وبيشارك. شايف الظاهره دي ازاي وممكن تاثر ازاي على الكره المصريه؟
Jo, přiznám se, že to je věc, o které jsem slyšel. Nicméně ji nemůžu nijak komentovat. A pokud někdo v tomhletom falšuje, tak je to jenom ukázka toho, že to je vlastně důkaz, že je velký fokus na výsledek. طبعا الظاهره دي انا سمعت عنها بس ما عنديش كومنت عليها ان حد ممكن يسنن لعيبه ويغير من اعمارهم السنيه فده يعني دليل واضح ان الناس هنا بتركز على النتائج فطبعا الاهم المفروض في قطاع الناشئين ان احنا نربي نشأ ونطلع اجيال ونطلع لعيبه للفرق الاولى هنروح نشوف مع بعض دلوقتي يعني صوره مهمه دايما يعني لمستر بروكيتش دايما وانت موجود على السطح فوق المبنى الاداري للنادي الاهلي وانت قاعد دايما مع المصور الخاص بيك وليك كاميرا وليك كاميرا خاصه بيك دايما بتصور بيها الماتشات يعني شايف اللقطه دي معانا مستر بروكيتش هو دايما قاعد فوق السطح فوق ملعب اربعه وانت بتتابع دايما المباريات ليه دايما القعده فوق كده؟ ايه الميزه انك تقعد فوق وتتابع المباريات من فوق مش من تحت؟ Protože je to nejlepší pohled, nejlepší. عشان دي احسن زاويه بتفرج عليها على الماتش. يعني دي احسن زاويه واحسن مكان ده احسن بالنسبه لي من مكان في اي بي يعني ده احسن مكان ممكن اتفرج عليه على الماتش. Takže vidím branku branku. فانا دلوقتي posuny hráčů a rozestavení. وانا قاعد فوق من ورا شايف من الجون للجون وشايف طبعا تحركات اللعيبه كلها في الملعب. Tak velmi často se používá tento záběr, kde لما نشوف فرق التحليل في فرق الاوروبيه الكبيره ان هو برضه بيستخدموا الزاويه دي في التصوير وبيبصوا من الزاويه دي عشان يعرفوا يحللوا بطريقه كويسه ممكن مستر بروكيتش بيقطع الفيديوهات دي ويوريها للعيبه ويوريها للمدربين يوريهم الاخطاء التمركز علشان ممكن اللعيب يطور نفسه او المدرب ايضا يطور نفسه Já musím říct, že osobně to nestříhám, to už jsem dělal před několika lety. طبعا انا بقطعش الفيديوهات دي بنفسي انا كنت بعمل الكلام ده قبلها من فتره كنت بعملها لكن دلوقتي بعملهاش بنفسي وعندي دلوقتي حد تاني بيساعدني في التقطيع عشان ادي الحاجات دي للعيبه والمدربين عشان اديهم فيدباك فطبعا اللعيب والمدرب بيبقوا شايفين من تحت في الماتش اللي عندهم تصور معين هم كانوا بيلعبوا ازاي لكن لما يوريهم الفيديوهات المتقطعه دي فهم بيوريهم حقائق هم كانوا بيلعبوا ازاي بالفعل كويس عايز اسال حضرتك برضو عن علاقتك بكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي والامكانيات اللي موجوده وكابتن خالد بيبو هو حلقه دايما الوصل مع مجلس الاداره الدعم الكبير اللي بيعمله مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود خطيب لقطاع الناشئين وحاطط امال كبيره على قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وايضا في مستر بروكيتش العلاقه ما بين مستر بروكيتش وكابتن خالد بيبو Především Khalid má můj veliký respekt. طبعا الكابتن خالد بيبو طبعا كل احترام وكابتن خالد بيبو على عاتقه كل الحاجات يعني حاجات كتير جدا حاجات اداريه وحاجات كتير بيحلها وانا كمدير فني للقطاع انا بحل بس الحاجات الفنيه لكن بقيه الحاجات كلها بتبقى على عاتق كابتن خالد بيبو který byl úspěšný, tak má unikátní pohled na fotbal a já si s ním o tom rád povídám. وطبعا كابتن خالد كلاعب كان لاعب كبير طبعا في النادي الاهلي هو برضه ساعات بيحب يتكلم معاه في الحاجات الفنيه وبيحب يسمع رايه وطبعا احب اشكره من القناه واتمنى له ان هو يكون صبور واتمنى له يعني التوفيق دائما ان شاء الله وهي دي دايما الروح الطيبه والروح الجيده اللي موجوده دايما في بين المدربين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وحلوه قوي حته التنسيق كابتن خالد بيبو هو المختص بالامور الاداريه كلها وتسهيلها لمستر بروكيتش المختص بالامور الفنيه نروح نشوف التقرير ده مع كابتن خالد بيبو كلامه عن مستر مايكل بروكيتش المدير الفني الاجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي وبعدها نروح لفاصل بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه قطاع الناشئين عشان بمنتهى الامانه عشان يبقى عندك 10 لعيبه السنه دي بيتصعدوا بشكر طبعا الناس اللي اشتغلت قبلي كلهم مش عايز انسى اسماء طبعا كل الناس اللي كانت
بيدير القطاع او او بيشتغلوا في القطاع كمدربين هم ليهم طبعا في الرصيد ده ان الولاد طلعوا ان هم وصل سن ال 20 سنه او 20 سنه خدوا فرصه بس احنا السنه دي ساعدناهم يعني احنا زقينا بقى الزقه الاخيره وان احنا اديناهم الشغل اللي هو المناسب عشان يقدروا يتصعدوا في مع الفريق الاول او ان هم يبقوا شغالين بشكل كويس ان احنا الرؤيه مع كابتن خطيب السنه دي مختلفه ان هو لا اللي هيجي له فرصه وهو صغير ان هو يقدر يتحرك وان هو يشتغل يتحرك ويشتغل وكانت يعني كان الموضوع ماشي ما بيننا وما بين الفريق الاول وما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن امير توفيق وكابتن خطيب ولجنه التخطيط البلان ده محطوط من فتره واحنا يعني بنشتغل عليه وبننفذه مش صدفه يعني احنا الاعداد اللي خرجت دي ما كانتش صدفه الاعداد اللي خرجت دي كانت متجهزه من قبلها انت انا شغل تطوير المكان يعني انت بتحاول قدر الامكان ان انت بتيجي تبص انت محتاج ايه في الشغل بصراحه يعني انا يعني لما رحت الاكاديميه كان في استعداد كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي ان احنا نعمل حاجه كويسه والحمد لله نجحنا نعمل حاجه في الاكاديميه حاجه كويسه بنيه تحتيه بشكل كويس جدا القطاع محتاج الكلام ده في الفتره الجايه دي احنا شغالين عليه بشكل كويس وفي افكار كتيره قوي اتطرحت وان شاء الله ان هي يعني الناس تشوف حاجه مختلفه خالص في القطاع القطاع بيتجهز بشكل تاني غير الاشكال اللي احنا كنا متعودين عليها اللي هي مجرد ان انا عندي ملاعب وعندي الاوض لبس لا انا احنا في افكار تانيه بنشغلين عليها ان شاء الله التطوير هيبقى حاجه كويسه اللي هيشوفها لا هينبسط انت بتحاول بقدر الامكان ان انت تشوف انت محتاج ايه هي الفكره كلها مش مجرد ان انت يعني تملى القطاع مثلا اسماء او تملى القطاع يعني هي القصه انت محتاج ايه فبتجيب انت اللي محتاجه وتبتدي تشتغل عليه انت بتشوف عندك الخامه محتاجه ايه محتاج مدرب نوعيه مدرب عامل ازاي محتاج مدرب هيقدر يوصل للولاد ازاي بسرعه لان انا قطاع الناشئين ده النتاج بتاعه بيبقى متاخر شويه يعني انت بتقعد تربي في الولد سنين كتير جدا على ما تشوف النتاج بتاعه يعني بس الحمد لله كرم من عند ربنا ان احنا السنه دي النتاج كان كبير يعني بتتكلم على 10 لعيبه في الدوري الممتاز السنه دي من قطاع الناشئين النادي الاهلي ده غير اللي هم الاعراض اللي هم فوق السن بتكلم عن قطاع الناشئين نفسه يبقى عندي اعراض للعيبه دي حاجه مميزه جدا وانا بشكر طبعا كابتن خطيب على ان هو وافق على 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 الكلام ده من بدايتي وهي كانت بصراحه بمنتهى الامانه فكرته من اول ان احنا لا لازم الاولاد يخرجوا لازم الاولاد يحتكوا فده كان حاجه كويسه طبعا اختيارنا المدربين ان هم اكفاء واللي هو يعني اولاد النادي الاهلي اللي هم اشتغلوا في النادي الاهلي ويعرفوا قيمه النادي الاهلي كنا محتاجين ان احنا نشتغل بهدوء السنه دي والحمد لله الهدوء ده قدر ان هو يحقق لنا نتائج كتيره جدا على الارض وطبعا طمعانين في اكتر من كده واحسن من كده بكتير يعني مايكل طبعا يعني احنا اخترناه من وسط انت عارف احنا عندنا يعني كابتن خطيب مشفع مع الكوره وبعدين عندنا لجنه التخطيط وبعدين امير توفيق وبعدين انا مدير قطاع الناشئين فتخيل بقى ان المجموعه دي كلها كانت بتشوف مين اللي ينفع قطاع الناشئين طبعا كان في البدايه طبعا انا وامير قعدنا ندير حوارات كتيره قوي مع مدربين واتكلمنا طبعا مع ناس كتير وشفنا سباقات كتير للمدربين ومدارس مختلفه فاحنا استقرينا على بروكيتش والحمد لله يعني انا بمنتهى الامانه لا فعلا الراجل يعني قوي جدا سيبك بقى من السي في بتاعه ان هو قوي جدا وان هو عنده نجاحات كثيره جدا حققها مع الاتحاد الكره التشيكي يعني عنده حق لا هو منظم جدا ومرتب جدا جدا يعني ما بيسيبش كل ما فيش حاجه للظروف طبعا اضافه كبيره من افكاره داخلين بقى احنا بقول لك القطاع بيتجهز ان شاء الله في خلال الفتره الجايه دي هتشوف حاجات اول مره تحصل على مستوى قطاع الناشئين في مصر وفي البلاد العربيه يعني احنا كان البلان اول لما قالوا خلاص ان 1/4 ان ممكن ما بقاش خلاص ما فيش بطوله لان انت بتتكلم رمضان ما يعني انا مش عارف يعني
عشان ما ابقاش كذاب. انا عندي انا اقدر اشتغل في بالليل، اقدر اشتغل وقت عندي الملاعب كلها مضاءه وعندي الامكانيات تقدر تساعدني ان انا اشتغل في اي ظرف يعني. هل بقيه الفرق هتقدر تشتغل في نفس الوضع ولا لا؟ انا مش عارف لغايه دلوقتي ما دخلتش. انا كده كده انا كنت شغال مش هقف طبعا لما البلان اتغير بتاع ان الدوري خلاص وقف مفيش دوري، فاحنا كنا غيرنا البلان كله في اتجاه. فطبعا لما الجدوله بعد تاني قال لك لا في دوري، فاحنا بنغير تاني البلان تاني في اتجاه تاني خالص طبعا مختلف. فطبعا الحاجات دي مضايقه طبعا الراجل يعني ان هو اتعود يعني هو مش عارف يحط سيستم يمشي عليه لغايه اخر السنه. هم الناس دي منظمين جدا يعني انا بلاقيه داخل عليا بالورق حاطط جدول الشهر كله الدنيا رايحه فين مواعيد الاجتماعات الكلام ده كله مرتب. فطبعا بتجهز الجدول والترتيبات على في ماتشات وبعدين مره واحده انا بقول مفيش ماتشات مره واحده لا في ماتشات يعني. فطبعا فهو طبعا اول ما اقول له روح ماسك دماغه مستغرب يعني. قلت له لا قلت له احنا بس احنا ده مش طبيعي، دي ظروف استثنائيه واحنا داخلين يعني عندنا مش احنا بس، العالم كله فيه ظروف استثنائيه. احنا نفسنا نكمل النظام الدوري بشكل منتظم وما عندناش اصلا ما تقاليش ان قبل كده قبل الكورونا كان في دوري بيتلغي او دوري ما، فاحنا عندنا الدوري بالنسبه لقطاع ناشئين منتظم يعني. فقلت له لازم تستحمل الوضع ده ودماغك تبقى مرنه عشان نقدر ان انت تتعامل مع الظروف دي، مش احنا مش هنا بس في العالم كله يعني. بجد تحية بحضراتكم مرة تانية ومستر مايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. مستر مايكل حضرتك اشتغلت في أوروبا في التشيك وأيضا شغال دلوقتي في مصر مع النادي الأهلي. الفرق بقى الفرق بين اللاعب المصري والفرق بين اللاعب الأوروبي وإيه اللي محتاجينه للاعب المصري علشان يقدر يوصل للمستويات العالية والمستويات الكبيرة في أوروبا؟ ترخو سمسا أوش أوتوم دنس بابيري. A já si myslím, že teď už s absolutní jistotou dokážu říct, že طبعا انا دلوقتي يعني اقدر اقول بالنسبه للعيبه المصري ان بالنسبه للمهارات للعيبه المصريه عاليه جدا وبرفع قبعه امام مواهبهم وامام المهارات بتاعتهم. لكن من ناحيه اللياقه البدنيه احنا تقريبا في نص السكه عن الفرق الاوروبيه. حتى لو بصينا الاحصائيات البدنيه بين الدوريات الاوروبيه والدوري المصري فهتلاقي في فرق كبير. فطبعا اللياقه البدنيه عامل مهم جدا بالنسبه للعيبه، والعامل البدني بيأثر طبعا في دقه اللاعب. ولما اللاعب يكون عنده لياقه بدنيه عاليه بيبقى 90 دقيقه عنده دقه في اللعب بتاعه. ودلوقتي بالنسبه للكره العالميه الديناميكيه بتاعه اللعب بتتغير كتير في الكره العالميه. وتقريبا دلوقتي بالنسبه للاحصائيات ان في الدوريات الاوروبيه اللاعب الاوروبي بيجري تقريبا سبرنتات 1 كيلو، ودي تنقسم بين كده يعني سبرنتات 10 متر 5 متر. فتقريبا بيجروا كيلو متر في سبرنتات. ولو قارنا ده باللاعب المصري اللي بيجري اقل، فانا عايز اقول ان الديناميكيه بتاعت اللعب والحركه اللعيبه طبعا بتتغير في الكره العالميه حاليا. طب دلوقتي علشان نقدر نغير يعني الاسلوب السيء في اللياقه البدنيه في الكره المصريه او نوصل بمستوى عالي بالناشئ الاهلي، ايه اللي ممكن نعمله؟ والحاجه الثانيه، هل هي متوقفه على تدريبات داخل الملعب بس ولا هي مرتبطه ايضا بنواحي تغذيه خارجيه برضو ومتابعه من نواحي التغذيه عشان تقدر تساعد مع الشغل البدني داخل الملعب؟ Mluvím trochu už jako šnek. Takže já bych řekl, že samozřejmě ta kondice je složená ze zdraví. طبعا اللياقه البدنيه يعني مكونه من التجهيز والبدني في الملعب والاكل وصحه اللاعب. فالتكوينات بتاعه الصحه البدنيه كثيره جدا.
vzdělávání. To znamená, nejdřív musíme těm hráčům a těm trenérům vysvětlit, فأول حاجة عشان اللعيبة تتغير من ناحية تفكيرها في اللياقة البدنية فلازم نثقف ونعرف وندي معلومات اللعيبة والمدربين عشان طول ما اللعيبة ما عندهاش الثقافة الفسيولوجية بتاعت الجسم والثقافة بتاعت اللياقة البدنية ويعرفوا جسمهم شغال ازاي فاحنا مش هنعرف نطور حاجة بالنسبة للياقة البدنية للعيبة فأول حاجة محتاجين ان احنا نثقف اللعيبة ومدربين عندنا عن نواحي اللياقة البدنية بشكل كويس وبعد كده نطبقها على ارض الواقع في الملعب وحضرتك بتتكلم عن المدربين اللي بيعملوا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي زي ما احنا شفنا علاقه ما شاء الله علاقه كبيره وعلاقه محترمه جدا وتعاون في العمل مع الكابتن خالد بيبو عايز برضو اتكلم عن العلاقه مع المدربين اللي بيشتغلوا مع مستر بروكتش otázka asi byla jaký mám vztah s hráčem tak tím že dělám analýzy tak vlastně s každým tím týmem mám už za sebou spoustu času. طبعا وجودي في الملعب على طول معاهم وان انا بعمل على طول معاهم وانا على طول بعمل معاهم محاضرات فيديو وعندي معرفه كبيره باللعيبه وبالمدربين فطبعا التعاون بيننا وبين بعض على اعلى مستوى بسبب الاشياء اللي انا قلتها من شويه. كان معانا الحلقه السابقه مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الاهلي كابتن امير توفيق هو المسؤول عن تسويق اللعيبه. النادي الاهلي بيتخذ خطوه جديده ان شاء الله يعني استكمالا للفكر اللي هو بيطبقه فكره الاعارات. الاعارات داخل الانديه في مصر، اللعيبه المميزه داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ممكن تلعب في مستوى اكبر، مستوى الدوري الممتاز على مستوى الفريق الاول. كان بيكلمنا ايضا عن رؤيه مستقبليه لقطاع الناشئين ممكن الاعارات تكون في اوروبا في احد الانديه. شايف الفكره ازاي وشايف فكره الاعارات بالنسبه للنادي الاهلي ازاي؟ طبعا بالنسبه لي الاجابه نعم انا مع ان نبعت اللعيبه بتاعتنا لاعارات للفرق الاوروبيه وهم لو طلعوا اللعيبه بتاعتنا لو طلعت اوروبا هتعود بالنفع يا اما هم هيتحسنوا بنفسهم وهيتطوروا في مع لعبهم في الدوري الاوروبي او هي لما يرجعوا النادي الاهلي هي 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 يعني النفع اللي هم استفادوا بيه في الفرق الاوروبيه هيرجع على النادي الاهلي كويس يعني. الفتره اللي فاتت المسابقات تاجلت وربما يكون تاجيلها للموسم القادم مش عارفين لسه هل هترجع هل مش هترجع احنا استعرضنا جواب ممكن احتماليه انها ترجع خلال الفتره القادمه. العمل داخل قطاع الناشئين في خلال الفتره السابقه كان ماشي ازاي في خلال التوقف ده؟ كان بيشتغل مستر بروكتش اللعيبه بتشتغل ازاي؟ هل خدت فترات راحه كبيره ولا كان برضو العمل مستمر وحاطط خطه برضو تحسبا لو البطوله رجعت في اي وقت؟ Samozřejmě to přerušení soutěží přišlo v čase, kdy zároveň je zkouškové období ve škole. طبعا توقف المسابقه جه مع موعد امتحانات اللعيبه. فطبعا احنا كنا عايزين برضه اللعيبه يعملوا الالتزامات اللي عليهم ويعملوا يؤدوا الامتحان بتاعهم بشكل هادي. دي من ناحيه. tak to trvá měsíc. ومن ناحية تانية لازم نفهم إن اللعيب لما يقعد أسبوع من غير ما يتمرن فبيحتاج شهر تمرينات قاسية عشان يرجع للمستوى اللي هو وقف قبل الأسبوع ده. فتوقف المسابقة وعدم توقف المسابقة دي مش هي دي أهم حاجة. لكن الأهم استعداد اللعيبه وتجهيزهم. وهنا اكتشفت ان انا المسابقه هنا والبطوله دي من اهم الحاجات بالنسبه للعيبه والمدربين فلازم لما يعني اول ما البطوله توقفت حسيت باحباط عند اللعيبه وعند المدربين. طيب الكورونا اثرت على الخطه اللي حطيتها مستر بروكيتش خاصه انت النهارده كمدير فني اجنبي انت ما بتحطش خطه يوم. انت بتحط خطه يعني طويله المدى دايما بتحط برامج لمده شهر فانت النهارده الدنيا توقفت مره واحده
هل ده يعني اثر على البرامج اللي انت حاططها المستقبليه للاعبين داخل قطاع الناشئين النادي الاهلي؟ كورونا فيروس ovlivnil celý svět, nejenom samozřejmě. طبعا جائحة كورونا أثرت على الكرة كلها وأثرت على العالم كله. وطبعا ممكن واعتقد ان كورونا اثرت في اوروبا اكثر من هنا، وانا مبسوط جدا مع وجودي هنا في مصر ان الموضوع هنا اكثر حريه. وهنا في مصر فاهمين ان العالم لازم يستمر وما ينفعش نوقف الدنيا كلها عشان جائحه كورونا، لكن اوروبا كلها دلوقتي في حاله خوف وحاله ذعر، وهم مش متعودين على ان يكون في جوائح بالشكل ده، فالعالم هناك يعتبر متوقف. فانا مبسوط ان من وجودي هنا في مصر ان هنا الموضوع اسهل واريح واكثر حريه. دي úplně nevíme co bude zítra, tak pro každého kdo přemýšlí systematicky je to velký problém. وطبعا بالنسبه لي التغيرات اللي بتحصل من يوم ويوم، ان في تغيرات كثيره بتحصل، فلشخص زي ان انا بحب اشتغل سيستماتيك وبحب احط خطه طويله المدى، فالموضوع صعب عليا جدا ان انا اعمل خطه طويله المدى بسبب التغيرات اللي بتحصل كتير في الوقت الحالي. ان شاء الله بنتمنى الفتره الجايه الدنيا يعني العجله تدور ويبقى فيه استمراريه ان شاء الله. اول جلسه مستر بروكيتش مع الكابتن محمود الخطيب، اكيد حضرتك متذكرها، كانت من 7 شهور، يعني ابرز ما جاء في الجلسه دي كابتن محمود الخطيب في اول جلسه كانت من 7 شهور، يعني كانت مع مستر بروكيتش كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، يعني ابرز ما جاء في الجلسه. Jo, já jsem tě předtím vůbec neslyšel, víš? Jo. Vůbec jsem tě neslyšel. Okay. Tak my jsme s panem prezidentem jsme vlastně na první schůzce jsme řešili vůbec systém spolupráce. طبعا احنا اول اجتماع مع كابتن الخطيب احنا اتكلمنا في السيستم التعاون او الشكل اللي احنا هنشتغل بيه. في يدنا سبوبوتشيك. وبعد كده قعدت مع كابتن خطيب تاني في فرع من فروع النادي واتكلمنا ازاي هنعمل السيستم في فرقه ال 99، هل هم هيكملوا لو هم مثلا ممكن يلعبوا في دوري تاني، او حلينا موضوع فرقه 99 في القعده التانيه مع كابتن خطيب. تمام، اكيد مستر بروكيتش سي في قوي، سي في يعني حط سياسه عامه في كرة التشيكية، في المنتخبات، في الأندية، في الأكاديميات. عايزين نتكلم عن التجربة دي خاصة إنها تجربة مهمة، ولكن بعد الفاصل. بجد تحية بحضراتكم وبضيفي مستر مايكل بروكيتش. مستر مايكل ما شاء الله سي في قوي، أهم المحطات العمل داخل الاتحاد التشيكي، مخطط لكرة التشيكية بشكل كبير، للأندية، لقطاعات الناشئين، ايضا للاكاديميات، وايضا للمنتخبات. كلمنا عن الفتره دي انها خاصه انها فتره مهمه واكتسبت فيها خبرات واضفت كمان للكره التشكيليه. Nejdříve je samozřejmě hezký, když má člověk dobrý životopis. Ale myslím si, že daleko důležitější je potom ta reálná práce, kterou odvádí. اول حاجه مهمه جدا طبعا وحاجه كويسه ان الشخص يكون عنده سي في كويس، لكن الحاجه الاهم هو الشغل اللي هو بيعمله واللي هو بيضيفه في المكان اللي هو موجود فيه. Asi nejvíce jsem nejvíce zkušeností s mezinárodním fotbalem jsem nabral mimo klubovou zónu. To znamená ne v práci pro klub. ale v práci pro federaci. اكثر خبرات اكتسبتها ما كانتش ليها علاقه بالانديه قوي، لكن ليه كان ليها علاقه بالاتحاد التشيكي لكرة القدم. Jo. Myslím, že se nám vlastně podařilo a to zadání bylo. Česká republika vychovávala skvělé hráče. واعتقد ان الجمهور التشيكي كانت على طول طلع منها لعيبه كتير كويسه، واعتقد الناس كتير في مصر عارفه لعيبه تشيكيه كتير. ano. Když jsem přišel na svaz, tak mým hlavním úkolem bylo vlastně znovu zkusit udělat to, abychom ty hráče měli konkurenceschopný ve světě. ولما انا جيت الاتحاد التشيكي واشتغلت مع الاتحاد التشيكي كان الهدف الاساسي ان انا اطلع لعيبه ثانيه تقدر تنافس الدوريات الاوروبيه والدوريات العالميه. فاحنا عملنا سيستم تعاون بين الانديه والاتحاد التشيكي
وعملنا سيستم لقطاعات الناشئين في الانديه وطبعا عملنا سيستم للمنتخبات tím že hrajeme zápasy na mezinárodní úrovni tak se konfrontujeme a získáváme informace jak dobří musíme být فعطول الجمهوريه التشيك والمنتخب التشيكي كان بيلعب مع فرق عالميه فبالشكل ده احنا عرفنا احنا المفروض نعمل ايه عشان نعرف نوصل المستوى ده velkými týmy Evropy واعتقد الجمهوريه التشيك لعبت كتير مع انديه كبيره والانديه التشيكيه برضه لعبت مع انديه في دولات اوروبيه عالميه من انجلترا وهولندا ودول كتيره بس لازم يكون التعاون مبني على سيستم معين للناس دي كلها ما ينفعش تشتغل على كل جزء على حده واكثر خبرات طبعا برضه من الخبرات انا كسبتها من وجودي خارج التشيك تمام شفت ازاي حصول النادي الاهلي على برونزيه كاس العالم للانديه دي المره الثانيه في تاريخ النادي الاهلي المره الاولى كانت 2006 المره الثانيه في 2020 او 2021 انجاز كبير يضاف للنادي الاهلي وكمان مسؤوليه على مستر بروكيتش انه الفتره الجايه محتاجين منه يطلع لنا يعني من قطاع الناشئين لعيبه تكون على نفس مستوى لعيبه الفريق الاول انا tak teď je krásná příležitost poblahopřát všem z rodiny Al Ahly k letošním úspěchům nebo طبعا دي لحظه مناسبه جدا طبعا ابارك لكل النادي لكل الاعضاء لكابتن خطيب ولكل الاعضاء مجلس الاداره ولكل الجماهير ولكل الناس شغاله في النادي الاهلي على النجاح اللي حققه النادي الاهلي وحصول على المركز الثالث nebo je tenhle ten úspěch může být svazující pro mě motivující pro mě to motivace بالنسبه لي المكسب ده او وصول الاهلي للبرونزيه ده بالنسبه لي موتيفيشن او دافع كبير سيستماتيكو براسي يا سام بيشني وانا فخور جدا طبعا بالمكسب ده وفخور طبعا بشغلي في العمل ده بالعمل في النادي الاهلي sem w úplně jiném prostředí kde můžu zkusit kombinovat ومبسوط جدا من وجودي في بيئه تعامل مختلفه تماما عن اللي كنت متعود عليها ممكن nebo mě to prostě وان انا بقدر اربط من الحاجات اللي انا بشوفها في مصر والخبرات اللي انا اكتشفتها او الخبرات اللي انا اكتشفتها وعملتها في جمهوريه التشيك وفي اوروبا استغليت ازاي الانجاز ده انك النهارده يعني ممكن تكلم اللعيبه الصغيره داخل قطاع الناشئين انه يخلق لنفسه هدف يخلق لنفسه طموح خاصه ان اللعيبه اللي حققت البرونزيه دي في يوم من الايام كانت لعيبه صغيره كانت في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي فازاي النهارده ممكن تنقل خبراتك لدوافع اللعيبه انهم يخلقوا دوافع لنفسهم دوافع جديده ان يبقى ليه دايما كل واحد ليه طموح انه يوصل للمكانه دي والمركز ده. Tak nejčastěji používáme jakoby hrubou statistiku. To znamená fakta, že čím je klub úspěšnější, tím ten hráč musí tvrději pracovat a má šanci uspět až nahoře. طبعا انا بتعامل مع اللعيبه على اساس احصائيات ان طول ما النادي بيحقق نجاحات فده بيعمل مسؤوليه اكبر على 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 اللعيبه وانا طبعا بستغل النجاحات اللي بيحققها النادي بستغل انها موتيفيشن قوي ودافع كبير للعيبه ان هم يشتغلوا على نفسهم ويحققوا نجاحات ويوصلوا الفريق الاول. ليك صداقات كبيره في الكره التشيكيه مع نجوم كبار ميدفيد النجم العالمي وايضا كمان بيتر تشيك. Ano, oni jsou to v podstatě jakoby mí vrstevníci, to znamená... A طبعا هم طبعا من نفس الجيل بتاعي. احنا عمرنا قريبة من بعض. وبيتر تشيك اصغر مني شوية. بس احنا قريبين من بعض. طبعا بالنسبة لي هم اساطير من اساطير الكرة التشيكية. وطبعا انا سعيد جدا ان انا بقدر اتعامل معاهم واتعاون معاهم. وانا من مدينة صغيرة جدا في تشيك. وما كانش عندي كارير كويس قوي في
وانا لعيب كره وانا بعد كده لما اشتغلت في التدريب وكده وقدرت اتعامل معاهم مع بافل نيدفيد وكارل بورسكي وبيتر تشيخفا هم طبعا زودوا لي خبرات كبيره وسعيد جدا بالتعاون معاهم. بتقول لاصدقائك ايه في تشيك عن النادي الاهلي والنادي الاهلي دلوقتي بقى ليه جماهيريه وجماهير في تشيك ولا لا؟ Tak na to je nejjednodušší odpověď, tak už jenom to, co musí podepsat Khalid Bibo dresy, který rozdává. طبعاً جزء من الإجابة إن هو كابتن خالد بيبو على طول بيمضي لي على التيشيرتات عشان أبعتها لأصدقائي في تشيك فده جزء من أول جزء في الإجابة لكن الجزء الثاني من الإجابة إن مفيش معلومات كتير بتروح تشيك عن الكرة المصرية أو الكرة الأفريقية بس طبعاً دلوقتي في اهتمام أكبر بالكرة المصرية وطبعاً أنا بتكلم معهم أكتر عن الكرة المصرية وهم على طول بيبقوا مشتاقين يسمعوا أخبار عن النادي الأهلي والكرة المصرية. طيب تعالى بقى معانا يعني نسمع ونشوف رسالة من الحارس الأسطوري بيتر تشيك عن مستر مايكل بروكيتش بلغة تشيكية وبعد كده باللغة العربية. Ahoj Michale, zdravím tě a chtěl bych ti pogratulovat k novému angažmá v Al Ahly. A jsem rád, že stejně jako já si se vybral cestou do nového prostředí a chceš se prosadit a ukázat svoje kvality a věřím, že se ti to podaří. Stejně jako se ti to podařilo ve spolupráci s Českou fotbalovou asociací nastavit akademie pro mladé fotbalisty, tak věřím, že se ti to podaří i tam. Slyšel jsem, že Al Ahly má skvělé podmínky a věřím, že budete spolu úspěšní. Ať se ti daří. دي كانت باللغة التشيكية نروح نشوفها باللغة العربية. أهوي ميخال زدرافيم تي أختيل بيخ تي بوغرا تحياتي ليك يا مايكل كنت حابب أبارك لك على الشغل الجديد في النادي الأهلي وسعيد إنك أخذت الخطوة دي في بيئة عمل جديدة عليك وإنك عاوز تثبت كفاءتك وتوري الناس قدراتك وأعتقد إنك هتنجح في ده زي ما نجحت قبل كده مع الاتحاد التشيكي لكرة القدم وقدرت تعمل أكاديميات ناشئين وتعمل تجربة ناجحة سمعت إن الأجواء في النادي الأهلي رائعة وأعتقد أنكم هتقدروا تحققوا نجاحات مع بعض تمنياتي لك وللنادي الأهلي بالنجاح والتوفيق تعليقك على رسالة الحارس الكبير الحارس الأسطوري بيتر تشيك جسم بيجل جأمي بيبورني فرانسوس أنا كنت عارف إن هو بيعرف يتكلم فرنساوي، بيعرف يتكلم ألماني، بيعرف يتكلم لغات كتير، ودلوقتي أنا يعني مصدوم إن هو بيتكلم عربي. بيتكلم عربي؟ يعني مش تتكلم عربي دلوقتي كويس صح يا مستر بوكيتش؟ ما أزنام ركنيما زربا 100 سلوب طبعا أنا عارف أعتقد أنا عارف طيب 100 كلمة مثلا بس لغاية دلوقتي لسه ما بعرفش مثلا أبني جملة يعني من الكلمات دي ركني ياكي سلوبا أوميش قول لنا زي إيه الكلمات العربي ياكي سلوبا أوميش أرابسكي ياكي سلوبا أوميش أرابسكي هو مستمعني يا سم نسيشل يا جيشا يا أوميم سلوف نيلابي أوميم بوزدرابيت رانو أكثر حاجة بعرف أعملها إن أنا بعرف أصبح على الناس الصبح صباح الفل صباح النور صباح الفل السلام عليكم ماشي أطلع أعمل إيه؟ أرجع أعمل إيه؟ شاي شاي قهوة ملعب كرة لا خلاص أنت دلوقتي ممتاز بتتكلم عربي دلوقتي أحسن مننا دلوقتي طبعا اكيد لا طبعا طيب هنروح لفاصل وبعد الفاصل اسال بقى مستر مايكل بروكيتش عن حياته في مصر دلوقتي ما شاء الله بقى له 7 شهور نشوف بقى الحياه في مصر وانطباعاته عن المصريين ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد مستر مايكل شايف مصر ازاي دلوقتي ما شاء الله بقى لك 7 شهور شايف العيشه والحياه ازاي في مصر أول حاجة أنا سعيد جدا ومبسوط جدا في مصر إزاي الناس في مصر بتتعامل معايا وحتى إزاي الناس في النادي الأهلي بتتعامل معايا مبسوط جدا بالتعاون ده والتعامل ده تاني حاجة أنا مبسوط جدا بالجو أنا مبسوط أنا بحب الجو الدافئ والحر
فانا مبسوط جدا بالجو في مصر، ان معظم السنه الجو فيها معتدل وكويس. دي اول تاني حاجه. فاسينويه مني كولتورا وهيستوريا ايجيبتا. وطبعا اكتر حاجه انا معجب بيها طبعا هنا الثقافه المصريه والحضاره والتاريخ المصري. واحنا دلوقتي انا وزوجتي في تشيك بنقرا كتير عن التاريخ المصري. وانا رحت مع ابراهيم مترجم بتاع الاهرامات، وكان بيشرح لي الاهرامات، بيشرح لي المتحف، وبيشرح لي الاثار بشكل كويس. فانا دي عرفت معلومات كتير عن الاثار في مصر وتاريخ مصر، فانا طبعا معجب بيها بشكل كبير جدا. طبعا انا معجب جدا برضو من الفكر المصري والمنتاليتي بتاع الشعب المصري. الناس كلها هنا بتتمتع بروح الصداقه، وكلهم روح المساعده، وكلهم بيساعدوني. ما عنديش اي مشاكل مع اي حد هنا في مصر. Máme jednu takovou velmi zajímavou příhodu. Andina, v podstatě jsem neopatrně otvíral dveře spolujezdce. عندي زي قصة كده صغيرة عايز أقولها. إن أنا كنت مع إبراهيم مترجم بتاعي في العربية، وكان بيوصلني البيت، وفتحت الباب بتاع العربية بتاعته من غير ما أخد بالي. فعربية جت خبطت الباب بتاعة المترجم. فطبعا أنا اتصدمت من الرياكشن من الناس إزاي الناس حلت الموقف ده. وانا حسيت باحساس غريب جدا. واول ما حصلت الحادثه البسيطه دي، لقيت ناس كتير غريبه جايه ما نعرفهاش، جايه تشوف ايه اللي حصل وتحل الموقف. اكنها محكمه في الشارع. والناس اللي جت حكمت، يعني كل الناس اللي جت اتكلموا ايه اللي حصل وسالوا ايه اللي حصل. فانا كنت مصدوم من رد الفعل الجميل من الناس ده، وازاي الناس بتتعامل مع الحاجات دي ما بتحصلش بره. يعني هي دي الشهامه المصريه، دايما هتلاقيها موجوده في المصريين على كل العصور وكل الاشخاص الموجوده في مصر. قول لنا بقى، يعني احب الاكلات دلوقتي، خلاص انت بقيت دلوقتي مصري، نعتبرك مصري مننا، احب الاكلات دلوقتي اللي انت بتاكلها وبتحبها دلوقتي. No, egyptian budu za pár týdnů, jak teď vyleze sluníčko, tak já se hodně rychle opaluju. Čekám, že budu tak مصري كمان كذا اسبوع لما الجو بس يبقى حر والشمس تديني اللون عشان ابقى بشكل مصري بشكل افضل يعني. Už teď se mi stává, že na mě mluví arabsky na ulici. دلوقتي بيحصل كتير الناس بتتكلم معايا مصري في الشارع، فانا اعتقد ان شكلي مش شكل حد اوروبي. No a jídlo. الاكل بقى. بحب اللحمه الضاني. وكل اي الاكل كله في مطعم البرنس بحبه. حواوشي. الحواوشي. المحشي. كباب. والكباب. لا ده انت خلاص بقى، ده انت خلاص بقيت مصر دلوقتي خلاص. سي وسكر ايجيبت يعني. دلوقتي بقى تعالى نسمع دلوقتي يعني رساله من اسره بروكيتش وهي بتتكلم عن النادي الاهلي. نسمع نشوف اسره بروكيتش قالت ايه عن النادي الاهلي. Hi guys, I'm Dominic. Greetings to all of you Al Ahly fans, and let's go Al Ahly, let's go Eagles. Hi, I am Tamara Prokesh. Good day for Al Ahly. Assalamu alaikum. المشاعر الجميلة اللي حضرتك بتقولها مستر مايكل عن المصريين وعن مصر، بتقول ايه بقى لأصدقائك وهم في التشيك عن مصر؟ لغاية دلوقتي ما لقيتش أي حاجة سلبية من قعدتي هنا من قعدتي في مصر. سمعت انا كابتن خالد بيقول في التقرير اللي اتعمل معاه ان انا ساعات بتضايق ان لما يكون مثلا السيستم حاجات تتغير في السيستم اللي احنا شغالين عليه. بس اي حاجه بتحصل مثلا سلبيه ما بدخلش بشكل شخصي. حتى لما يحصل شد بيني وبين اي شخص ما باخدش الموضوع بشكل شخصي. فانا خبراتي وقعدتي هنا في مصر، كل حاجه ايجابيه موجوده في مصر انا مستمتع بيها.
kterým jsem mohl ukázat, v jakém prostředí teď žiju. وانا بكلم مع صحابي عن الحاجات الايجابيه كلها انا بشوفها في مصر وكل الناس صحابي اصدقائي اللي جم زاروني هنا في مصر يا اما بيبقوا عايزين يجوا تاني يا اما عايزين يعيشوا هنا دلوقتي انا مستني موجه كبيره من اصدقائي من التشيك ان هم يجوا مصر النجم العالمي نيدفيد ليجندا عايزين بقى رساله منك كده لنيدفيد انه يجي مصر وبيتر تشيك والنجوم العالميين دول. Já musím říct, že jsem s Pavlem ještě o mé zkušenosti z Egypta nemluvil. Mluvil jsem o tom s Karlem Poborským. لازم اقول ان انا لسه ما كلمتش مع بافل نيدفيد عن خبراتي وحياتي هنا في مصر وشغل هنا في النادي الاهلي بس اتكلمت مع اللاعب الكبير كارل بوبورسكي. Takže samozřejmě teď je otázka pokud budeme cestovat do Evropy, pokud začneme mít nějaký kontakty s Evropou, tak asi bude i jednodušší a bude blíž, abych s Pavlem tohle téma komunikoval. وطبعا بافل نيدفيد بيعمل عنده منصب في نادي يوفنتوس فانا لما اروح اقابله ان شاء الله في الفتره الجايه فاكيد هنتكلم عن سبل التعاون بين قطاع الناشئين ونادي يوفنتوس في ايطاليا. بتتابع الدوريات الاوروبيه؟ musím sledovat evropskou soutěž. طبعا لازم اتابع الدوريات الاوروبيه والمباريات العالميه عشان دي بتوريني الكواليتي اللي هم وصلوا لي والهدف اللي احنا لازم نشتغل عليه هنا في النادي الاهلي عشان نوصل للمستوى المستوى ده فانا بتابع الشامبيونز ليج واليوفا ليج الدوريات الاوروبيه والشامبيونز وطبعا بتابع دوريات زي الاسبانيه والانجليزيه والايطاليه على ديش وزمو في اوفاهو že musím sledovat všechny zápasy naší mládeže, odsledovat. Chci mít přehled o egyptské lize. لكن لما فكر انا لازم اتابع كل لكن يعني انا بتابع الماتشات كلها بتاعتنا وبحاول يبقى عندي تصور واضح وكامل عن الدوري المصري بتابع تقريبا الماتشات على الدوري المصري فما بقاش عندي وقت كبير جدا او فاضي كتير ان انا اتابع الدوريات الاوروبيه بشكل تام يعني مستر مايكل شرفتنا ونورتنا واستمتعنا بالحوار معاك وايضا كمان بنشكر الدكتور ابراهيم منصور اللي قام بعمل الترجمه في الحلقه وانا شكرا جزيلا احب اشكركم شكرا جزيلا على الدعوه وطبعا اشكركم على الكلام الجميل احنا قلناه في الحلقه وعارف ان الكوره في مصر هي في المركز الاول بالنسبه للجماهير وبالنسبه للشعب المصري كله وان شاء الله يكون لنا حلقات ثانيه ان شاء الله مع نجاحات كبيره لقطاع الناشئين من النادي الاهلي وايضا يعني الفتره الجايه يكون فيها تصعيد لعدد كبير من اللاعبين للفريق الاول ان شاء الله ان شاء الله في نهاية حلقتنا بشكر مستر مايكل بروكيتش المدير الفني الأجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي بنتمنى له كل التوفيق وأيضا بنشكر الدكتور إبراهيم منصور اللي قام بأعمال الترجمة في الحلقة النهاردة بكده وصلنا لنهاية حلقتنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.